تعال بينا بقى نوصل للحاضر الآن. لماذا تراجع كثيرا بايرن ميونخ في الدوري الألماني هذا الموسم؟ وفي رأيك لماذا يظهر باير ليفركوزن بهذا المستوى الرائع جدا في البوندسليغا؟ نعم، دعني أشرح أن منذ 10 سنوات بايرن ميونشن يعني يهيمن ويسيطر على الكرة الألمانية وخاصة البوندسليغا. أرى مع هذا الاختلاف وقدوم توماس توخيل للفريق إنه غير موفق، الكيمياء مع اللاعبين لم تظهر بشكل جيد حتى في النتائج، هناك مشاكل أراها، ومن أهم هذه المشاكل عدم اندماج توماس توخيل بأفكاره وفلسفته وتحقيق ما يريده مع اللاعبين والعكس، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا على الأتموسفير أو على الأجواء في الفريق مع الفريق بافاري، وهذا ما يعكس هذه النتائج السيئة. رأيك كيف تجربة تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن؟ كثير من الناس يتحدثون عن مدرب رائع جديد في كرة القدم العالمية. هذا المدرب تشابي ألونسو يفعل عمل أو يقوم بعمل جيد رائع، فعلا هو عد فريق جيد جدا ويلعب بمستوى عالي ويظهر أداء رائع، هناك روح نراها في الفريق، يعني أنه الآن في يعني يحمل 10 نقاط فرق بينه وبين الفريق البافاري، وهذا لم نره منذ فترة كبيرة. ده على مستوى الدوري الألماني. دعني أتحدث معك عن المنتخب الألماني. لماذا المنتخب الألماني تراجع هو الآخر في السنوات الأخيرة؟ عادة المنتخب الألماني أحد أهم المرشحين دائما لكل البطولات العالمية، تراجع كبير في الفترة الأخيرة، لماذا من وجهة نظرك؟ نعم، أتفق معك. هذا بالنسبة لنا لكل الألمان وكل المدربين. فعلا هي مرحلة صعبة جدا. أنا أعتقد من وجهة نظري نمتلك لاعبين ذو جودة عالية. وفي الأعوام الأخيرة لم نتمكن للأسف من الحصول على كل النتائج من هؤلاء اللاعبين الذين يمتلكون جودة عالية، وهم نعرفهم جميعا يظهرون مع أنديتهم بشكل رائع جدا، وللأسف مع المنتخب الألماني لم يترجم ذلك للحصول على بطولات أو الظهور حتى في البطولات الأخيرة بشكل جيد. أعتقد أن المشكلة هنا أيضا تشبه المشكلة مع بايرن ميونخ وتوخيل، أيضا المشكلة مع المنتخب الألماني مع المدربين في الفترة الأخيرة لم تحقق النتائج أو الهدف المطلوب. دائما نرى أن هناك كل ما يأتي مدرب جديد لم يستطيع أن يفرض أفكاره وفلسفته مع هؤلاء اللاعبين صحاب الجودة العالية للأسف.